تنتمنوا ان يتعرف عليها شي واحد من العائله ديالها. هذه هي السلام عليكم. الله يبارك فيك اسيدي. الله يبارك فيك اسيدي. يا ربي امين. سر الملح. امين اسيدي. امين امين امين. درنا مشاهدينا الكرام بعد اللايف اللي داروه الزميلتين مريم ولبنى على هذه السيده، السلطات جاو لعين المكان مشكورين. تنبغي نشكر السلطات المحليه على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها في هذا الاطار، وخصوصا عند الناس المفقودين لا القاصرين ولا المسنين. راه الحمد لله تواصلنا مع الدكتوره نعيمه اللي صراحه نعيمه حسني اللي معروفه هذه السيده بالطيبوبه ديالها، وهي الرئيسه ديال دار المسنين اللي كاينه في هراويين، ودرنا عده ريبورتاجات في هذيك الدار ديال المسنين. صراحه ما نبغيو حتى واحد يمشي لدار العجازه، ولكن اذا اقتضى الامر هي افضل دار عجازه كاينه شتا انايا صراحه في مدينه الدار البيضاء، واللي انا فرحانه حيت غيديو هذه السيده، ولكن غنفرح اكثر ملي غيلقاو لها عائلتها، ملي غتشوفها بنتها كتقول عندي بنت. شنو سميتها بنتك الحبيبه؟ حليمه. وانت فاطمه؟ فاطمه صبري نصري. فاطمه نصري. فاطمه نصري عندها بنتها سميتها حليمه. الله يجازيك بخير الا شتي الام ديالك وتعرفتي عليها، حاولي انك تواصلي مع دار المسنين اللي كاينه في الهراويين، اولا تجي السلطات هنا بمنطقه حي فلاح. السيد القائد راه اليوم السبت وجا خدموا اعوان السلطه باش انهم يهزوا هذه السيده ويديوها، شنو تبقاش ضيعه في الزنقه مسكينه. السيده ما باينش عليها التشرد، باين عليها بانها امراه عاد خارجه من الدار نقيه، حويجاتها نقيين، واعيه، كتعرف شنو كتقول. كتقول ان دار بنتها كاينه في حي الحسني سيد الخادير، ياك سيد الخادير ولا في حدا المسجد العراقي؟ لا سيد الخادير حداياش؟ حدا الكوميساريه ديال سيد الخادير، مقابله معاه. وجامع العراقي شكون اللي ساكن فيه؟ حتى واحد ما ساكن في العراق. صافي الحبيبه ديالي. ايه اها هادو الناس اللي ساكنه عندهم. سعيد جبد لي الميكرو. اللي ساكنه عندهم بنتك جبد الميكرو من الصاد. السيد العاقل على دار ميكرو. محافظه مي انت ما عندك لا ورقه لا تليفون لا والو. راميد وعندي ولكن الملف دا مش معايا. اه اذا انت ساهل ديري هذاك هضري بها مي الميكرو. دابا انت ساهل باش يتعرفوا عليك. اه انا انا ساكنه في دار النامون. انا غنوريك. انا الحبيبه جايه. الحبيبه فيري فيها ساعه. انا ساكنه دار النامون. اييه. ها الكوميساريه. اييه. ها الباب ديال الدار ديال النامون. اييه. ساكنه فيها. عندك لاكارت، عندك الراميد، عندك كل شيء. عندي لاكارت الراميد. دابا انت البوليس غير يبصموا كيطلعي لينا فين كتسكني وشكون شكون هما عائلتك. عندي عائله شاعه، عندي بنت جالي جات لي خط دار في سيد خط دار في سيد 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 جامع العراق. خدات الدار جهه جامع العراقي وجرات عليك. وانا انا بكاريه بيت ما بغيتش معاها، وانا باقي معاها هي وراجلها. انا دابا ماشي جرات عليك، انت اللي ما بغيتيش تبركي معاها. كنا في بيت واحد هي وراجلها وبناتها جوج. ايوا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك امي، انت ما نقولوش جرات عليا، هي ماشي مسخوطه. انا نسيبي ما كناكلش قدام وما كنسرب معاها. دابا انت حشمتي انك تبركي مع بنتك. ما نسيبي اللي نحشم منه. وقع لي بالثقة. عندهم غير بيت حشمتي تبركي معاهم؟ لا لا والبركة معاهم في بيت واحد. لا الحبيبة. وبناتها جوجات، واحدة في السابعة واحدة في الثامنة. تبارك الله وصل عندي. البركة معاهم. أييه. إي ولا. عندها جوج بنيات، واحدة في السابعة واحدة في الثامنة. أييه، عندها هبة وعندها آية. حفيداتك هاد. بنيات. دريوشات. دريوشات. وبنيتك هي دريويشة. حتى هي دريويشة. ما ساخياش بك، راه مسكينة تقلب عليك. ولا بيت واحد فيه البركة معاهم. المهم دابا حنا غير تشوفك وباش تطمن عليك. باش ما تبقاش مسكينه عارف ما عرفاتك فين زدتي. لا لا ما صورت مشات، قالت لي امي انا بغيت نديك، قلت لها ما نمشيش معاك، عندك بيت واحد كون عندك بيت كوزينه نبرك فيها، ولكن انت عندك بيت واحد نبرك معاك فيه وفي راجلها وفي بنيات كبار وحده في السابعه وحده في الثامنه. فاش كنتي تخدمي امي انت؟ انا كنت نخدمها بالدوام. ياك كنتي ديري الميناج. الميناج. ضربتي تماره. طياب اللي بغيتي. ياك الحبيبه. بغيتي كسكسو، بغيتي مرقه، بغيتي سفره، بغيتي رفيسه. اللي بغيتي رفيسه، اللي بغيتي. منين اصلك انت؟ منين اصلك؟ انا سعيده، مولات سعيد. الله يا ربي، داكشي على الزينه تبارك الله. من جمعة فوكو. ومنين شتي القيد غنيتي لي. لا شتك غيرتك. قلت لك شتي القيد وانت تغني لي. وهاجي. دابا السيد القائد جا، هو والسلطات غادي نديو كل واحد المركز ديال المسنين ترتاحي فيه.
حسن لك ما تبقاي كاريه بوحديت كميمت. لا ما كاين شيء. قلتي باغي تكري بيت لا؟ هو نكري بيت ولكن لا انا ما عنديش فين نخرجوا دابا. شحال وانت باركه مع بنتك؟ لا لا باركه مع بنتي في بيت واحد. ايه شحال وانت قبل ما تبركي مع بنتك فين كنتي جالسه؟ كنت كاريه كوزينه. فين الحبيب؟ في سيد الخادم. اييه. على الدار المامون. انت اللي كنتي كاريه الكوزينه. اه. على الدار المامون. اه. اييه. دابا ملي ما تشوف فضل عليهم الله. باعوا هذيك الدار ومشاو لسيد الخال مشاو للحي مولاي رشيد. مشاو لمولاي رشيد. اه نعم. دابا تي جيتي ديري هنا في حي فالح. انا كان عالثالثة. بقيتي جاية على رجلك جاية جاية. اه نعم. حتى انا غادي نلحق لسيد الخادم دابا. الحبيبة ديالي. هو تحب الجنة. الحبيبة بغيت لك لا انا اللي نبوس هذا الرويس انا انا. لا. انا اللي نبوس هذا الرويس. ولدتي غير ديك البنية ما بقيتيش ولدتي. هو الراجل ما عدتوش ايوا مات مسكين الله يرحمه. هو راه باقي ناقص كتجدي. باقي راجلك؟ لا ماشي راجلي انا راجلي مات الله يرحمه. وشكون هذا؟ نسيبك. ولا وانتي علاش ما ولدتيش ولدتي على وحده؟ هو ولدت هذيك البنية بركة. الراجل ما كيولدش. مسكين. هذيك راني ولدت عبر مساخن. الشكوى الحيلة. لا بغى يولد. الشكوى؟ الحيلة. شربتي في الشكوى الحيلة؟ اش كليتي فيها؟ عاد تغسليها. ديرها الماء سخون. ايه. تعطي رطب. ايه. وطيبيها. أه. وما تكونيش معشية. ايه. وما تكونيش فاطرة. ايه. وفطري بيها. بالشكوى. بالشكوى. الشكوى اللي كيماخذوا فيها الحليب واللبن. اي نعم. عندكم ديروا هذا الشيء، هذا كانوا كيديروا الناس زمان. اه درتيها ودرتي النية وتي تحملي. اه حملت بهذيك البنية. يا الحبيبة. دابا آية اسمها بنتها اسمها آية وبنية هيبة وهي حليمة. وهي حليمة. آه. والله يعطيك صحيحتك الحبيبة ديالي. حلاوتي. الله يعطيك صحيحتك. كمل العشق كمل مات على راسي جابوه لي شربته باش تولدي. اييه وولد بغى الله دار فيا واحد المراه غير شكوى. شكوى الحيله. الحيله حكتها تحكتها وارتبط بيتها مرطرة وغسلت. وكليتي الشكوى يا امي انت؟ وكلت باش 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 تولدي. اه باش نولد. دابا تي كليتي الشكوى باش تولدي؟ وفي الاخر فين هي هاد البنت؟ البنت مشات جاب راجلها مشات هي دار الشلوح دار الدمنات. خدات الدمنات دابا بنتك ما كايناش هنا. لا دابا انت هي عا باش نشرحوا للناس دابا انت كنتي كاريه كوزينه. اه نعم. ومالين الدار باعوا الدار. اه نعم. واللي شرا ما عندهم الدار خرجك. لا وغادي نبقى باركه كاريه عادك اللي كنت كاريه عادهم راه مشاو. غادي يخلينا انا ساكنه. دابا فهمتي كيفاش. بنتها راه في دمنات. هي كانت كاريه كوزينه. كانت كاريه كوزينه عند شي ناس في سيد الخادير جيت. ناضوا باعوا الدار مشاو جيت. جامع العراق فهمتي وشنو مسكرة وريقاتك فينهم؟ انا وراه لا كارت ولا مودش لا كارت كلشي حاط عند واحد الراجل. فين هو هذا الراجل؟ في الحانوت. فين كاين هذا الحانوت؟ الحانوت حدا الكوميساريه تمانية سيد الخادير. خليتي عند وريقاتك لا كارت ديالك والله عمرها دار جامعني الله نتمنوا هذا مول الحانوت هذا الا شافنا يتواصل مع السلطات يجيب المراه الوثائق ديالها لا كارت ناسيونال راميد. لا بغيت هو نمشي ناخذها. هو غتدي الناس السلطات راه يمشيو معك تاخذي داك الشيء ديالك. لا يعطيو لي ماشي فين ما عطيهاش الفلوس خازنهم لك؟ لا ما فيهم لا زياده لا نقصان. ودابا فين هما فليساتك اللي كنتي جامع؟ اللي جبتها ناكلها. وانتي بركه من القوالب. هما اللي من ناكل. وانتي الفلوس اخويتي فينهم؟ اه ويلي انا ناكل. تي جبدي الفليسات. هو تي باغا ناكل معاه كل شيء. خويتي الحبيبه ديالي فين هو الذهب وفين هما الفلوس؟ الفلوس مشات الذهب ومشات النقره ومشى كل شيء بعثوا في راجلي. ما نخليش هو يتيم وانا يتيمه وخاذني وقبل عليا. وشدني وكبرني وعجشني انا بعت الذهب وبعت النقره وبعت كل شيء تمثوني الفضه بعتهم عليه دار عليا حزام وخلاله وكبرني ما ننساش خير الله يرحمهم الله يولي برحمه الله ويدوك زم فضله وطول الناس عندهم يا ربي امين وعائلتك فينا هما يا خوتك وداك لا ما عنديش ما عندك حد عاتي لي ولادك وين تكبر ماتوا مات خويا وماتت اختي والناس في ولاد سعيد هما مناش من دوار احنا من دوار ولاد بن ناصر دوار ولاد بن ناصر اه زاو الناصريه اللي كيسبوا على الجدار وعلى الحي وعلى كل شيء كنتي كنتي تسبي تا لا انا عمرني ما تسببتش كانت جاتني على الكحبه شدتني مشيت للسبيطار عطوني واحد القرعه ديال الزاف قال لي ملي ترقدي تشربيها دابا الحمد لله نحمد ربي وشكرا والحبيبه ديالي حنا تنتمناو ان هذا اللقاء يدير شي فائده ونفع واننا نتعرفوا على عائله ديال هاد السيده هادي مي فاطمه البنت ديالها حليمه كتقول ان عندها جوج بنيتات هيبه وآية وكتقول انها مشات لدمنات كتقول انها كانت كاريه بيت في سيد الخادير الناس اللي كانت كاريه عندهم باعوا والناس اللي شراو الدار خرجوها وهي الان مسكينه راها ما متشرداش لان الحاله ديالها نقيه ما كتبانش عليها حال التشرد يعني السيده ما بيتهاش نهار في الزنقه ما بتيش في الزنقه. لا خويا ولا بغيتي
شماكر يدوني يذبحوني في الخلا. الله يستر الحبيبه ديالي، الله يستر الله يستر. ما تبغونيش غنختموا معكم هذا البث المباشر، واللي عرفها يتواصل مع السلطات. كيفاتوا تم يكونوا بيرمانانس وانت كتبقاي حداهم. صافي الحبيبه صافي، واللي تعرف عليها يتصل بالسلطات المحليه ديال منطقه حي فلاح اولا بمركز دار المسنين اللي كاين في الهرويين حدا دار المميمه، ماشي دار المميمه، دار المميمه والدور تما فين كاين المركز راه غادا تكون متواجده تما. وهذا السيد اللي عنده وريقاتها الله يجازيك بخير جيبهم ليها باش انهم يقيدوها وتكون يعني نعرفوها شكون هي. الى اللقاء في بث اخر باذن الله.